Good morning besties. اليوم حأطبخ الأكل اللي تعلمت أطبخه في بالي. أنا رجعت من بالي قبل يومين تقريبا، فلانتوا قاعدين تشوفوا هذا الفيديو وما شفتوا الفلوجات حقت بالي روحوا شوفوها. لو أنتوا تعرفوا أنا في البيت أطبخ يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، هذه أيام حق الطبخ. قررت إنه بدل ما أسوي يعني غدا عادي حسوي نفس الوصفات اللي تعلمت أسويها في بالي، أطبخ أربع أشياء. ما ادري مين احسب نفسي بس حنشوف. اول حاجه حاطبخ البينت صوص اللي هو الصوص اللي يجي مع الساتي، حسوي الساتي كمان لانه هذا كانهم طبق واحد، وبعدين حسوي نودلز اللي هي اندومي بالنودلز اللي جبتها من هناك، وحسوي رز، حسوي الحلى اللي بالموز لانه كان مره لذيذ. فهذه الاربع اشياء اللي حسويها، احس حيكون مره كثير بس اتس اوكي عادي نحمي وناكل، هذا لو طلع لذيذ. فقاعد اكتب دحين كل الاشياء اللي احتاجها، في اشياء مثلا زي الشريم بيست ما اعرف من فين اجيبه الصراحه، والتشيكن باودر ما اعرف من فين اجيبه، فكرت ممكن لو رحت بقاله اندونيسيه ممكن الاقي الاشياء هذه اسرع، بس دورت حواليننا اقرب بقاله اندونيسيه يعني نص ساعه من هنا اللي نو عادي حارتجل، عادي تصير نكهة شوية سعودي اتس اوكي. يلا خليني اكتب التو دو ليست حقتي. يلا نصبر. في شيء نسيت اجيبه اللي هو العواد الخشب عشان احط فيها الدجاج، فان شاء الله يكون عندنا، قبل فترة بالصراحة فاكرين في العيد وجبنا عشان نسوي المارشميلو، فيا رب انه في هحاول اني اشرح لكم قد ما اقدر خطوات الطبخ. خطه اني حبدا بالدجاج عشان هو المفروض نبهره ونحطه يعني نخليه شويه، ما ادري ايش الكلمه، بس عشان يعني عشان يقعد في البهارات شويه، ابهره كل حاجه واخليه، وبعدين نبدا في الرز، في الاندومي، الحلى لو بيجي وقت، لانه حرفيا بيجي نص ساعه تقريبا وما موسمه يجوا، فما اعتقد حيكونوا بيستنوا اطبخ الحلى. اوكي بس حنقطعه حنحطه في زبديه وحنحط كل البهارات اللي هي قالتها هنا فوق. اوكي جارليك اونيون تشيلي جينجر توميريك، اعتقد هذا اللي كذا كلنا هرسناه مع بعض، والله ما افتكر ولا شيء ولا يعني عندي طاقة اني ارجع اشوف الفيديو اللي صورته، فخلاص يا عمي حرتجل. خلينا نبدا نقطع الدجاج. اشتريت ده عشان يعني صاج عشان اقدر يعني احط عليه الاعواد لو لقيت الاعواد، وما يكون انه طاوة فيكون كده مسطح يو نو. اوكي اللي حاسويه حقطع الدجاج على شكل مكعبات صغيرة، مو مرة صغيرة ومو مرة كبيرة، يعني نص ونص. اوكي جايز جود نيوز، لقيت الاعواد حقت الخشب طلع فيه وفي كثير، فياي انقذنا الموقف. المهم هذا المقطع افتكره انه الحرمه قالت لو ما عندكم هذا تستخدموا عادي الخلاط العادي الفود بروسيسر، فجوا هحط توم وبصل وطماطم زنجبيل وكركم. الكميات من كيسي لانه في الورقه يعني بس حاطه لي بيبر تشيكن. اكسكيوز مي مام، احتاج انك تحدد اكثر من كذا، انا حسيت يعني كذا بالاحساس بكيفي. ليش قاعده اسمع نفسي اللي كنت دائما اسمعه وانا اطبخ؟ هذا كتاب رقم كم؟ 3.5، يعني ما بين الكتاب الثالث وما بين الكتاب الرابع. السلسله اسمها ستار سايت اعتقد، والصراحه بداوا يفقدوني، يعني كذا اللي الاحداث صارت لي نعم وفي ايلينز كثير وما انا ما احب زي كذا وما ادري. في البدايه اول كتاب كان اسطوري، بعدين ثاني كتاب يلا اوكي يجي منه، ثالث كتاب اللي ياهو. بس برضه حخلص السلسله كلها عشان ما اقدر اقطع شيء من النص، بس هذا مو موضوعنا، موضوعنا انه دحين نخلط المكونات. اوكي دحين نحط البهارات، ملح، فلفل اسود، فلفل حار مجروش، وعشان ما لقيت بودرة الدجاج ولا لقيت المسحوق الجمبري مدري ايش اسمه، فحستخدم هذه البهارات، توابل الدجاج وتوابل الروبيان، ما حيكون نفس الطعم بس اتس اوكي. ريحته تجنن. الحين هذا ححطه على الدجاج، والله احسه قليل. اوكي هذا الدجاج، هذه التتبيله، ظهري اني كثرت الزنجبيل لانه ريحته مره هي اقوى ريحه. يا ويلي. اوكي كذا حيصير شكل الدجاج في النهايه، دحين حغلفه وحخليه اقل شيء 20 دقيقه، وعبال ما تصير هذه الفقره حبدا اسلق الاندومي اللي ما اعتقد حياخذ وقت طويل، وحبدا اسوي الرز وابدا اسوي يعني الخضار حقتهم. ليتس جو. هفك كل الاندومي حقي وما هستخدم الاشياء اللي جت معه.
الرز طبعا حياخد شوية وقت أطول من الاندومي، وعبال ما الاندومي حقي يجهز دحين نبدأ نسوي الصوص اللي الاندومي حيقعد فيه له. بصل، ثوم، زنجبيل، بصل أخضر، هحط شوية زيت، بعدين هحط كل هذه الأشياء مع بعض لما تصير بنية، بعدين نضيف باقي البهارات فوقها. أوه ما قطعت الجزر يا الله يا منال، الاندومي حقي بقي له شوية. هضيف ملح، فلفل أسود، التوابل حقت الدجاج وحقت الجمبري. اوكي هذه الخضار، حطيت الجزر وال ايش اسمه المهم الشيء الثاني الاخضر، وحطيت فوقه البيضه. دحين نقلب ونقلب ونقلبه وخلاص، بس بقي نحط شويه صلصه طماطم صويا صوص ونحط عليه الاندومي بالنظر كل شيء. طبعا هحط نوعين صلصه صويا، هحط هذه السايله الخفيفه، شويه من صلصه صويا الحلوه عشان كده تدي طعم مره حلو. هذه أجين كل شيء بالنظر. أنا أوريدي صفيت الاندومي، دحين حرجعه هنا. كنت أبغاه يكون مطبوخ أقل من كذا، بس عشان كثير الأشياء عليا فما كنت مركزة مع الوقت. يا الله مرة مقهورة، مو قاعد يكون زي ما كنت أبغاه. تخيلوا مرة صار كذا صوف، يعني مو كذا ماسك نفس الاندومي، فهمتوا؟ مو لذيذ. اتس اوكي هعوضه في الرز ان شاء الله. الرز اوريدي انطبخ، فدحين هعيد نفس الخطوات اللي سويتها. دحين هحط البصل والخضار والبيض وكل حاجه مع الرز وهقلبه. هابدا احط الدجاج في الاسياخ. مره متنرفزه، احس ما حاوري اهلي الاندومي، ما حاحطه على السفره حتى، حسوي نفسي انه بس سويت رزوساتي. نعم شكله حتى الموز ما حلحق اسويه، اكره لما يكون عندي فلان والفلان ما تصير زي ما كنت ابغاها. استغفر الله العظيم. احس 5 دجاجات في السيخ. ياي صراحة ريحتها مرة حلوة، أتمنى يكون طعمها برضه حلو. هسوي زي كذا كلهم لما تخلص الكمية وبعدين نبدأ نشويها. سويت نفس الخطوات حق الرز، دحين هأحط الرز عليه. أوه مرة حار، أوه ماي جاد انحرقت. اتس اوكي. اوكي شكله شوية قاعد يكون زي لما طبخناه. الله من جد شكله مرة حقيقي، بس دقيقة ندور عشان لو طلع مو لذيذ يمكن أبكي. اوكي بسم الله. تمام بيرفكت، مو بيرفكت بس واي افضل من النودلز. النودلز معليش ما حاقدمها، حاحاول افكر في طريقه كيف يعني ممكن اخليها طبخه ثانيه، بس الرز از جود. فللان ححطه في القدر اجان وحقفل عليه. حتى الموز خلاص من جد بكنسله، لانه ليترلي ماما وسما جو من اول وخلاص بداوا يموتوا جوع. انا كان المفروض انه لو ابغى اطبخ اكثر من شيء اطبخ قبل، بس معليش سم تايمز المخ ما يشتغل زي كذا. هجيب هذا الصاج اللي جبته، شوف قديش مسطح، شويه زيت. ما كان شويه، مره ما كان شويه. الحين بس اللي حيبقى لي اللي هو صوص البينت، والمفروض انه في اشياء نشويها، فشكلي حشويها في ذا قبل هذا. طماطم وجارليك وانيون. اوكي I can do this. ما ادري اسوي نفسي زي الامهات، تعرفوا هذيك الميم اللي في تيك توك اللي الامهات دخلوا يدهم في الزيت؟ انا هذه لعبتي. ليتلي في الملاعق وراكم، بس ما ادري احس اني طباخه لما احصي كل شيء بيدي. اوكي كم جارليك احط؟ احط 2 بس عشان هم اللي قريبين مني. وبصله صغيره هذه مناسبه. المفروض ان احنا نحط صويا حقيقيه، مو صويا ايش قاعده اقول انا، بينت حقيقيه، بس ما عندي. وهي يوم الكلاس قالت عادي تحطوا بينت بتر العاديه زي كذا، فححط دي، وهذه خشنه فحيكون كذا يعني اني كانه في حقيقي. اتس فاين. اوكي بيرفكت. لا بنفس الخلاط اللي استخدمته في البدايه عشان الدجاج هاشطفه، هحط هذه المكونات ومعاها البينت بتر، شويه ليمون، شويه صويا صوص وخلاص. كمان المفروض احط شويه ملح وشويه فلفل اسود، نفس الصويا صوص. احس طعمه حيطلع مره لذيذ. على نفس الزيت اللي اوريدي فيه له ثوم وبصل وحركات نحط الدجاج، ان شاء الله يكفي كله مره واحده. الحين خلينا نسوي الصوص عبال ما هذه الجزئيه تستوي. الله مره احس اني كذا مدووشه. يا الله اوكي كل المكونات هنا. الحين حنضيف البينت بتر، احط كل الكميه الصراحه اللي باقيه يعني ما بي كثير.
اوكي ان شاء الله يطلع لذيذ. مني عارفه طعمه وزيئه، طعمه مو زي حق لما نشتري ساعتي، بس مو سيء. اتس اوكي، اليوم كله خرب بس اتس اوكي. ماني فاهمه ماني فاهمه الطعم. خلينا نقلب دول نشوف وضعهم. شكله هيجنن. ظهر الشيء الوحيد اللي ظبط الدجاج. استخدم هذا الصحون يعني انه كذا فايب. في شويه طاح برا. اوبس. الخطة كان في 4 أطباق. طبق خرب طعمه مرة مو تمام، والطبق الثاني حسيت انه ما في وقت. هذا غلط رقم 1. غلط رقم 2، يا دي اللي خربتوا الفيديو حقي يا جماعة، مو معقولة. الغلط الثاني انه الصوص حق البينت مو هو صوص بينت، صوص شيء ثاني، طعمه بينت بس انه شيء ثاني، ما مو نفس اللي نحن الفول السوداني، مو نفس اللي نحن نعرفه. طبخه جديده اعتبروها. اوكي، الدجاج يمكن ني يمكن مستوي. الرز لذيذ. ماما تقول بدق الدجاج يا ماما لذيذ. الصوص طيب ايه؟ امانه مره عجبكم؟ والله حاولت، لانه في اشياء ما هي عندنا، فارتجلت في اشياء كثير. ياي مره مبسوطه، الاكل لذيذ. اي هذا اللي تعلمته، هذا الكلاس الطبخ اللي اخذته كنت بحاول اطبق. عجبتكم الوينجز من جد؟ والله اول سويت وينجز مره لذيذه، كرنشي من برا ومن جوا جوسي. ما كنت فريش طويل، كنت محمره وجوز المحمره وربي فريش كذا، وبعدها لما حميتها في الاير فراير واو واو واو. لو حابين اسوي يعني لو ناسبتكم فيديوهات الطبخ وحابين اوريكم كيف اسوي الوينجز الرهيبه حقتي، قولي لي في التعليقات. وبس والله هذه كانت الطبخه الباليه اللي سويتها لاهلي، الحمد لله طلعت لذيذه. فلو اتبعتوا خطوات زيي طلعت لذيذه، قولوا لي ايش يعني ايش سويتوا، ايش ضفتوا، ايش عملتوا تحت في التعليقات. ويا اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.